النوم الغير مبكر، السهر لساعات متأخرة من الليل مع استعمال الهاتف في اللعب ومشاهدة بثوث لا فائدة منها عبر منصة التيك توك أو اليوتيوب هو حال أغلب الأطفال من سن 7 سنوات حتى 16 سنة خلال عطلة صيفية دامت قرابة 4 أشهر. قلنا هذه الأجهزة الذكية لا بد هناك من مرافقة والمراقبة على أساس أن الطفل مثلا بطريقة غير مباشرة قال أروح لبي هكتبنا كنتاج كام يصلي وروح نصلي في الجرح. الإفراط في استخدام الهواتف والأجهزة الذكية له تأثير سلبي على الصحة النفسية والبدنية وحتى العقلية، وحسب آخر الدراسات فإن مراهقي هذا الجيل يختلفون عن الأجيال السابقة، وأحد أهم الأسباب هو غرقهم في العالم الافتراضي. من أجل أنه يفكر لما يكون في القسم أنه يفكر وقتاش يخرج وقتاش يشوف التيك توك هذا وقتاش يشوف كما نقول احنا الهاتف النقال وقتاش يشوف التطبيقات خاصة في يخرجوا مثلا للساحة يخرجوا للساحة ربما مع زملاء أو كاين تطبيق جديد لابد التعرف عليه إلى غير ذلك. فهذا كله سلبا على المستوى الدراسي. ليبقى على الأولياء الانتباه لأبنائهم وطريقة الاستعمال السليمة للأجهزة الذكية خصوصا مع الدخول المدرسي الجديد.